أقرب أصحابي في الشرق بسبب أنماط الناس بالكلام أثناء حديثنا مع شكوى أحوال البلاد وسلوكيات البشر، ويقول مثل البد ولاد كذا وكذا، وهؤلاء النساء كذا، وأهل هذه البلدة كذا. حاولت نصحه لكنه يغضب وربما يزيد في السباب أو ينفر مني. أحبه وأحب الكلام معه، هل أكون آثم عندما أسمعه وعندما نحكي ويسب ويمكن أن يقتص مني هؤلاء الناس، أم أحاول تهدئته باللطف ويكري وأنا غير محاسب؟ استدم النصيحة، ظالم لنفسه عندما يأتي هؤلاء الناس يتعلقون برقبته يوم القيامة. يعني على الأقل أظهر له النكير، أنك لا تقره على ما يقول ولا توافقه عليه وتبرئ من الله تعالى منه، يعني لا يرى منك أنك يعني متجاوب مع منهجيته في التفكير أو طريقته في الحديث، يشعر أنك تنكر عليه، لا تقره على ذلك، لا ترضي منه. الحد الأدنى لبراءة الذمة هذا الذي ذكرته لك، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.